Today we are with Dada Rashida for a new recipe. Dada Rashida, شو هسيب اليوم؟ هسيب بريوات. Oh, she's making بريوات which are Moroccan spring rolls. وشو نعمره؟ نعمره بالفرماج. ممكن نعمره بالكفتة، باللحم، بالدجاج. بالجاو. Today she's going to fill them up with cheese, but you can choose any filling you want. Chicken, meat, shrimp, whatever you like. ولكن الفرماج زوين وخفيفين. زوينين وخفافين. I like the cheese on there. Tasty and cute and yummy. Dukalala. Let's start. اولا وجدوا مقادير الحشوه. جبن المعيز، معدنوس، بصله، ثوم، البزار والملح. في وعاء كبير خلطوا مقادير الحشوه. جبن المعيز، بصله مقطعه صغيره، المعدنوس مقطع، الثوم، الملحه والبزار. خلطوا جيدا. اليوم نستعمل الورقة المغربية. إذا كانت الورقة مدورة كبيرة اتنيوها على جوج وقطعوها في الوسط. قطعوا النص الدائرة إلى ثلاث مثلثات. بالطبع تقطع الورقة متعلق بالحجم اللي تستعمله. قطعوا حافة المثلث وطرف صغير من الرأس. الآن وجدوا صفر البيض لتلصاق الورقة. باش تحضروا السيجار خذوا مثلث الورقة، زيدوا معلقة كبيرة ديال الحشوة في حافة المثلث، ردوا الجانب الأيمن والأيسر للورقة في الوسط وكوروا السيجار بحال زربية أو سجادة. بالفرشات زيدوا صفر البيض وقفلوا السيجار. لتحضير البريوات قطعوا الورقة إلى شرائط 2 سنتيمتر في العرض. خذوا شريط في الطول وزيدوا معلقة من الحشوة على الحافة القريبة عليكم. اثنيوا جانب الورقة فوق الحشوة لإنشاء مثلث. بقاو تقلبوا مرة على اليمين مرة على اليسار باش تصنعوا المثلث. ولازم الحافات يكونوا متناسقين. في آخر الشريط زيدوا صفر البيض وشدوا البريوة. سخنوا زيت المائدة في مقلاة وقليوا البريوات حتى يصبح اللون ديالهم ذهبي. زولوهم من الزيت وحطوهم فوق منشفات ورقية باش الزيت الزايد يمتص. قدموهم على الحال مازال سخان ومقرملين. صحة وراحة.